يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يستدل بحديث لا تشد الرحال على عدم جواز الاعتكاف في رمضان في غير هذه المساجد الثلاثة، فهل هذا صحيح؟ نعم، إذا كان يسافر لجل يعتكف في مسجد غير هذه المساجد الثلاثة هذا نعم بدعة ولا يجوز. أما الاعتكاف بدون سفر في أي مسجد من المساجد فلا بأس. قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا عموم أنه يعتكف في سائر المساجد، ولكن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها من المساجد لما لها من الفضيلة. ولا يسافر لأجل الاعتكاف إلا للمساجد الثلاثة، أما غيرها فلا تسافر للاعتكاف فيه، وإنما تعتكف في أي مسجد قريب منك، ما يحتاج إلى سفر وعناء. نعم.